هذه بنت تزوجت قعدت عند زوجها ثلاث شهور، ثلاث شهور بس فقط. يعني الشيطان لعب بين الزوج والزوجة. اليوم جايين هذا جاها من عشائر البلقوية وعشائر المملكة عامة، نطلب منهم 100,000 دينار. البنت تتجوز تقعد ثلاث شهور تروح لأهلها جنازة. أنا هذول 100,000 عليهن الجاه والوجه. حقيقة إحنا بنخصم منهن 40,000، بظل 60. تفضل سعد. وين سعد؟ الله يحييك. الله يسلم عمرك. يا هلا يا هلا خالد. أهلا بك، كيف الحال؟ مرحبا. السلام عليكم. كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. هلا حي الله. تفضل. وين سعادة عطا الله؟ يلا اقعد. تفضل عطا الله. عطا الله وبركاته. كل الشكر لعشائر العقاربة على حسن الضيافة والاستقبال. هاي من عادات اهلهم الطيبة يكرموا ضيوفهم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. واشكر الجاهة اللي وكلونا اتحدث باسمهم، ولست احسن منهم ولست افصح منهم لسانا، كل واحد بيهم جاهة. هذا البلد محمية من الله سبحانه وتعالى ببركة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده، والشعب الطيب اللي حافظ على هذا العادات الطيبة اللي بيننا. لما تقع المصايب الله يكفينا شرها يتقدم هذا الفنجان، لما ينطلب بنات الأصل الطيب يتقدم هذا الفنجان اللي للأسف أشاهد على التواصل الاجتماعي يقول لك ما ضيعنا غير العشائرية والفناجيل القهوة. لا والله كلامك مردود عليك من ما كنت تكون. هذا الفنجان القهوة والعشائر الموجودة جاي تثبت حقوقك، والعشائر صمام الأمان خلف جلالة الملك دائما بالصفوف الأولى، عمرها ما ضيعت حق، وعمر العشائر ما كانت ضد أي شيء. بالعكس هذا الوجوه تارك بيوتها، هيا نصرنا من يوم السبت للجمعة وإحنا بين العشائر وننطي صلحات وننطي ناخر عطوات. كل العشائر تكرم هذا الوجوه، ما ضيع هذا الحق على الحق. هيا اليوم ثبتا للدليل جايين ثبت الحق. ما عمره ضاع فنجان قهوة يضيع حق أو الوجوه هذا الغانمة. كلهم طالعين لوجه الله تعالى. لا، أول ما وقف مع فلسطين وغزة الشعب الأردني وجلالة الملك، جلالة الملك هو وعياله أنزلوا المساعدات والأكل والشرب بالطيارات على غزة، والدكتور زكريا عاش شهور بمصر منشان يدخل المعونات المساعدات والشاحنات، وكان يتعذب. العشر شاحنات يوديهن ما يفوتن منهن غير ثلاث، يتلفوا منهن سبعة اليهود الأنجاز. احنا الشعب الأردني هو مضياف لكل البلدان، لكن زي ما قال جلالة الملك الشعب الأردني ووطن الأردن وبلاد الأردن ولن تكون وطن بديل، ولن تكون للشعب النازح من مكان يكون زي ما يدعوا الآخرين. يا أخوان وانتوا تذكروا الله طلعوا مسيرة عند السفارة الإسرائيلية يتهموا الشرطي والعسكري يقولوا له انت صهيوني انت بتدافع، اول اشي هو جاي يحميك من المزاحمات اول شيء. وفي ناس مشتري شقة 500,000 و400,000 و300,000 اللي قاعد تكسر شباكها وقاعد تكسر قزازها وقاعد تدخل على المحلات اللي هناك، قاعد بحجة انك رايح مسيرة تاخذ التلفونات من جياب الناس، الفلوس انسرقت من الناس هناك. والله العظيم ما هو باب خطابات، لكن اللي قاعدين نشوفه ينكتب او ينحكى او ينهتف به لا يليق بالشعب الاردني ابدا. لازم نكون يد واحدة ورا جيشنا ورا امننا ورا جلالة الملك الله يطول عمره. أيوة ما في يومين ثلاث وانتوا تشاهدوا يطلع بطيارته ويرافق ولي العهد لاسقاط المؤامرات على فلسطين وعلى لبنان وعلى الدول الباقية والمساعدات. يعلم الله جلالة الملك قاعد لا ينام ولا ليل ولا نهار من طيارة لطيارة ومساعدات على لبنان ودا، وجاب الشعب الأردني اللي هناك اللي هم عايشين ببيروت جابهم بطيارات سلاح الجو، كلكم شاهدتوهم. بلدان ثاني يقول لك عمرك ما جيت روح موت.
فاحنا نسأل الله العفو والعافية. غزة ولبنان والسودان بدنا يا اخوان تدعوا لهم ان الله يفك اسرهم ويوقف معاهم وينصرهم على كل من عداهم، لان انتم شايفين البلدان اللي حوالينا كلها ملتهبه نار. وهذا البلد باذن الله ببركه جلاله الملك عبد الله انها راح تظلها منوره نور بين كل عدو وكل خاسي يتمنى لهذا البلد اي شيء. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم. تهدم الكعبة حجر حجر أهون من أراق الدم مسلم. والله يا أخوان إحنا جايين ندافع لا سمح الله عن قاتل، ولا عمرنا طلعنا لا سمح الله ندافع عن سايق طايش ولا عن قاتل، لأنه من قتل مسلم بغير حق كقتل الناس جميعا، ومن أحيا مسلم كأحيا من أحيا نفس كأن أحيا الناس جميعا. فإحنا اليوم عشائر العقاربة أنتم من قدمتم الشهداء لهذا الوطن وللأردن وفلسطين، وأنتم من صاحبين الغانمة دائما، وأنتم القدمة الطيبة، وحنا اليوم عندكم وبمضاربكم، وانتم خوال ابوي وخوالي وانتم عقال الراس. ومش انا اللي احكي الحكي هذا يا عبد الكريم الحويان، التاريخ يشهد لكم، يقول رجال مواقف والتاريخ ما يرحم. واحنا اليوم جايين لله ولكم، خذينا منكم عطوه قبل سنتين ونص قتل بالعمد، وحنا اليوم جايين هذا الجاهه من عشائر البلقويه وعشائر المملكة عامة، جايين لله ولكم أنه نطلب منكم الصلح والصفح، واللي ودكم إياه ابشروا به، وانتم أهلنا العزيزين وانتم جيران ونسب، وهذا الشيطان لعب بين الزوج والزوجة وأدت إلى وفاة الله يرحمها. وخلينا نقرأ الفاتحة عن روحها وروح شهداء الأردن وفلسطين. فهذا الجاه حمالة يا شيخ خليل، هذا الجاه حمالة، شو تطلبوا ابشر بالودكية، وهي كفيلة الدفاع موجود عباد، لا يا عباد يا كراسة بلاد، لولا عباد ما في بلاد ونعم باقي العشائر الباقي موجود لا يزال، واللي ودكية ابشروا بي، هذا العشائر عندكم موجودة من كل عشائر المملكة، واحنا عندكم اليوم وانتم أهل الصلح والصفح، وكلكم انتم تمشوا بصلاح ذات البين، وانتوا تعرفوا الدخل البلوى والكفل بالخاطر، ولا والله يا اخواني انا استقبل معاكم وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورسل سلام وصلاح بين الناس، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، والصلح خير، ومن عفا واصلح فاجره على الله. احنا حقيقه نرحب بالوجوه الكريمه هذه العشيره المقدره، واسمحوا لي انه يعني اتحيز للشيخ عبد الكريم الحويان اللي حقيقه من سنتين وهو يتابع بهذه القضيه واتواصل معنا، لكن قدر الله وما شاء فعل. اسمحوا لي قبل ان اتحدث ايضا انه موضوع القتل يا اخوان، خاصه انتم جاهات وتروحوا بالجاهات وتصلحوا بين الناس، ارجو ان لا يستخف بدماء الناس. يعني واحد بيذبح واحد بحادث سير، والله امر الله نقول حادث سير، واحد بقضيه بسيطه، لكن يا اخوان القتل والقتل العمد هذه قضيه خطيره، والله عز وجل من فوق سبع سماوات توعد القاتل بعقوبه عظيمه.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني القتل مش بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول حرمتك عند الله عظيمة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم، أعظم من الكعبة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو أهل قرية اجتمعوا على قتل مسلم لقتلتهم جميعا. فالقتل العمد، احنا الناس صاروا يقولوا ما هي الدية المحمدية دية، هي أصلا الدية للقتل الخطأ، للقتل الخطأ. بالإسلام العمد والقتل ما فيه إلا القصاص والنفس بالنفس، وهذا أمر ربنا. والله عز وجل ما قال في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة. شوفوا لما يتنفذ حكم الله عز وجل على القاتل أي كان، أنا بعتقد بعيش الآن الناس بأمن واطمئنان وراحة. ولذلك يا إخوة صار في هناك استخفاف بالناس وأعراض الناس، وهذا بيقتل سواق بسرع بيأخذ معه بسرع 150. مع أبناء عمومتي حول القضية، وإحنا يعني بنطلب من الجهة الكريمة بدل هالحادث اللي صار والقتل وما حدث، ونطلب منهم 100,000 دينار، 100,000 دينار. والشرط الثاني إنه حقيقة ما يرجعوا يسكنوا في بيوتهم ويبقوا إن شاء الله لمدة فترة حتى يعني هذا الموضوع يعني ننساه، ولا يعني يزوروا المنطقة ولا يزوروا المنطقة ويبعدوا عن المنطقة اللي إحنا ساكنين إحنا وياهم فيها. هم ساكنين في المقابلين قرايبنا وهم ساكنين بخريبة السوق. فنرجو إنهم حقيقة الجاهة يعني الكريمة تتعهد وتلتزم إنه ما يرجعوا يسكنوا في بيوتهم لفترة، بعدين إحنا بنقرر يعني بعد فترة إحنا بنقرر يرجعوا أو ما يرجعوا. وبارك الله فيكم. اللي حقيقة قتلت ظلما حقيقة يعني للإخوان الجاهة اللي ما معهم خبر بالقضية، أكيد قالوا لهم في جاهة قتل عند العشيرة العقار وتعالوا يا جماعة. أنا بعتقد ضروري تكونوا بالصورة ما الذي حدث. هذه بنت تزوجت قعدت عند زوجها ثلاث شهور بس فقط، يعني في شهر فترة شهر العسل عند الناس ضربها زوجها قتلها، أجت الضربة على مقتل. المهم انتقلت إلى رحمته تعالى. هذه القضية مش قضية حقيقة بتهز مشاعر الناس والمسلمين. يعني بنت تتجوز تقعد 3 أشهر تروح لأهلها جنازة، أنا بعتقد هذا الأمر أمر يعني خطير ولا يسكت عنه. لكن إحنا رغم الجراح ورغم الألم ورغم الحادث اللي صار، ولكن احنا ايضا بنقدر الناس وبنحترم الناس وبنعرف انه قدر الله ومشى، ولا تزر وازرة وزر اخرى. القاتل بالسجن وظل برضه السجن يعني ختيار وختيارة، والختيارة بنت عم إنا كمان من اقاربنا. لذلك احنا شعرنا انه لابد انه نلجأ الى الصلح حفظا يعني كرامة الناس وكبار السن، ولا حقيقة هذه قضية من القضايا اللي يعني بتهز هزت المجتمع الأردني. أنا بذكر في الحادث لما صار كل الناس كانوا يتكلموا عنها والمواقع تتكلم إنه يا جماعة كيف هذه البنت تقتل بدم بارد بهذه الطريقة وبهذه وبالسرعة بعد زواج 3 شهور. لذلك يعني وكراما للجاهة وكراما لجلالة الملك وكراما حقيقة لشهداء فلسطين وكراما لكم، احنا حقيقة بدنا يعني نصلح وننهي القضية حفاظا ايضا على ابنائنا وحفاظا على انفسنا. لانه يا اخوة الثار والقتل وقتل، وبعدين مو ممكن يقتل واحد ليس له ذنب ولا جريرة. يعني كثير من القضايا الثار اللي صارت في الأردن يقتل واحد ما له علاقة وليس له قضية إلا أنه قريب للقاتل، وهذه حقيقة إحنا بديننا لا نؤمن بذلك، وهذا بيعتبره اعتداء وظلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. مفتوح فيا حنيان من أصلح وصفح عن عباد الله، لأنه أي بالمملكة العربية السعودية يمسك السيف ويرفعه فوق يقول هل من عافي يعفي عنك الله. فأنتوا من أهل العفو والصفح طول عمركم، هذا ديدنكم وديدن أهلكم الطيبين الغانمين. 100,000 عليها نلجاه والوجه إن شاء الله. إحنا والله
ما تتقدروا بالثمن. والله انتوا من حماة الوطن، وانتوا اللي قدمتوا لهذا الوطن الكثير الكثير. يقول لك من انقتل غرق او حرق او غدر فهو شهيد. وهذه صارت المشكله بينهم، وصارت الضربه هاي الطايشه، واقدم عليها من عشيره ابو فنس. لكن اذا اراد الله نفاذ امر سلب من ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ. اسمحوا لي ابوي الله يرحمه ظل قال لا تنطي ظهرك للرجال، ولكم انت وجوه قامات اردنيه تحترم، اسف سامحوني. فعليهنا الجاه والوجه، واحنا جايين لله ولكم. واليوم حنا عندكم هذا الجاه، جايينكم من شتى المنابت والوصول، من كل العشائر الاردنيه اللي يتركوا بيوتهم ومصالحهم وعيالهم ويشقوا السفر والمعاناه. والله من يوم السبت لليوم ما قعدوا ببيوتهم، اشهد لله وهذه كلهم يشهدوا. من كل من يوم السبت لليوم، من عشيره لعشيره، شرواكم شروى الطيب، وما لقينا عندهم غير كل طيبه وغانمه. واحنا نشكرهم جميعا، ونشكر عشيره ادهام اللي فاتوا بناتهم امبارح. يعني هذول اجى سايق طايش دهش لنا الثنتين وهن رايحات على اول يوم دوام بالجامعه. والله نشكر والدها ما قصر، عفى عنها لوجه الله تعالى من عشيره ادهام، قريبكم نسيبكم طبعا. فاحنا هذول الميت الف عليهن الجاه والوجه، فاحنا ولنا تنزلوا لنا منهن كرام الله والرسول وجلالة الملك والجاهة الكريمة، هاي إذرة كرامة عندكم. لكن يا شيخ خليل في عنا بعد ما تنزل إن شاء الله في عنا طلب ثاني، هذا الجاهة تشحت طبعا طلبات لها، فشو تفوتوا لنا منهن وابشر، والكفل عليهن أنا وابشر ونقل. حقيقة احنا بنقسم منهن 40,000 بظل 60,000 بظل 60,000 وأرجو أنك يعني توقف عند الحد يا شيخ الحكيم. الله يجزاك الخير. شهداء فلسطين، شهداء فلسطين وغزة والأردن، واللي قدمتوهم أنتم يا العقاربة، شو في كرامة لهم. والله الحقيقة يعني أنت وحدثنا عن شهداء فلسطين، اسمحوا لي أنه يعني أن أذكر في هذا اليوم الكريم المبارك شهداء فلسطين وغزة ولبنان. هؤلاء حقيقة اللي قدموا أفضل ما يملكون، قدموا أرواحهم. وهذول يا إخوان أهل فلسطين وغزة والمقاومة في فلسطين عقدوا بيعتهم مع الله، يعني سووا عقد بيعة مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لكن أنا بقول كمان ببشركم وبشر الأمة كلها إنه هذه اللي بيحدث في غزة هو بشائر النصر، هذه مقدمات النصر، هذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلذلك يعني هذه بشائر النصر، والنصر الغالي العزيز اللي بتبذل من أجل التضحيات هي حقيقة نصر يستحق أنه نحافظ عليه وأنه بذل من أجل التضحيات. لذلك من أجل شهداء فلسطين وغزة وشهداء الأردن اللي دافعوا عن تراب الأردن وثرى الأردن، أنا حقيقة بدي أختصر على الشيخ عبد الكريم ونقسم كمان بحيث يبقى 30,000 دينار فقط لا غير. بارك الله فيكم. أسف. احنا 30,000 ان شاء الله جاهزة. شيخ خليل وخواننا العقاربة والجاهة الكريمة تترجاك ان الصلح ما يتجزأ. الصلح صلح خلاص، من عفى واصلح فاجره عند الله، انت رفعت اجرك عند الله. وهذا الجلوة بصراحة شتتت الناس، والحمد لله انها صدرت انها على الجد الاول. فاحنا نطلب من الله منكم هذا الجاهة تشحتكم، والجاهة شحادة. باسم اخوياي سعاده النائب والشيوخ والوجهاء جميعا، دكتور زكريا والشيوخ جميعا موجودين عندكم اليوم، انهم عندكم واجب وكرامه انه يرجع والده، وهذا السجين لسه مطول حتى يطلع، الله يعينه على سجنه
فهو والله لا يرده، مع عمري ما دفعت عن واحد قاتل أنا. فبدنا من الله ومنكم أن تعفوا عنهم لوجه الله تعالى، بس هم بين يديكم والصلح لا يتجزأ، وانتوا هذه طرق ممشية وجسور مبنية، ما ودنا لا سمح الله نسوي جسر جديد يقولوا سووه الحويان والعقاربة. وسلامتكم، احنا قلنا نترجاكم، هاي العشائر عندكم من جميع الأردن. الجهة شهادة وكان ايوة. الطيب والكرم منكم. حفار جفار. والطيب والكرم منكم، اي والله. وانتوا شو تحطوا ابشروا بي. الله حيك. برضو احنا حقيقة ما بنفشلكم، جاهة كريمة ومحترمة مقدرة، واحنا ما دمنا يعني اصلحنا، فمن عفا واصلح فاجره على الله عز وجل. واحنا ايضا يا اخوان اكراما لبنت عمنا، في ام القاتل بنت عمنا، هي الجالية والمهجرة، لذلك احنا ايضا اكراما لبنت عمنا احنا يعني نوافق على عودتهم على منازلهم، وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، خير الجزاء. تفضل دكتور زكريا. احنا يعطي صديقنا واخونا وحبيبنا ومخولتنا ما بتفشل، لكن لظروف احنا بنعرفها، لو تؤجل ان شاء الله في يعني المستقبل يعني ممكن يصير لقاء، لكن الان نرجوك ورجاء يعني هذا القضية الوحيدة اللي بدناش نستجيب لكم فيها، بس هذه القضية لأسباب احنا بنعرفها، يعني حفظا على يعني ان يبقى الصلح ان شاء الله يعني خير. وحقيقة ردوا اهل تفضل. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اكراما ما بدنا نفشل اخونا عطا الله، وافقوا حقيقة اي احتجاج او اي شيء والله ما يقصروا، والله هم اهل المدرسه اهل الوفاء كلهم. رن عليهم ابو سلطان ويعرف الواجب. رن عليهم خليهم يجوا. الله حييك. رن عليهم خليهم يجوا. يلا الله يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صراحه اليوم موقف عشائر العقاربة يثلج الصدور ويتسجل بالتاريخ، فعلا رجال مواقف والتاريخ ما يرحب. شكرا لاستقبالكم لنسيبكم واهلكم، وانتم اياهم عرب وحده وترعى وحده، لكن هم والله العظيم لن يدافعوا عن قاتل ولا لهم دخل به من اول لحظه، هم يقولوا احنا ما لنا دخل، ولا هو استشارنا لما اقدم على الفعل الشين، وهم من هذاك اليوم وهم محترمين حالهم ومحترمين أنفسهم لا يزال، وهم بين أهلهم وبين ربعهم العقاربة. والله العظيم إنه مواقفكم هاي يرفع لها القبات، وكل أول اشتقوها عند الله مش عند حدا، عند الله أحسن لكم من كل الدنيا، هاي تنفع لولد الولد. الله يجزاكم الخير، واشكر الجاهة المستقبلة والجاهة اللي أنا كنت معيتهم كلهم قامات أردنية تحترم، الله يجزاكم خير الجزاء بهذا اليوم المبارك الجمعة. والله يحفظكم ويحفظ هذا البلد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حضرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده والشعب الطيب، لهذه العادات اللي يتعلم عليها الأجيال، فعلا إنها طرق مبنية وجسور ممشية وهينا كلكم خاطينها. الله يجزاكم الخير، واستقبلتوا ضيوفكم عشيرة أبو فنس، الله يخلف عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، يلا حيهم يلا حيهم يا هلا. تفضلوا عندها، تفضلوا حياكم الله. يا هلا تفضلوا 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 يا حبيبي، حياكم الله. يا هلا تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. الله حيهم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. تفضلوا تفضلوا. عند اهلكم وقرايبكم. الله حييكم. الله حييكم يا هلا. لا والله لو حياتك لا كنا مع بعض.
انت قدام يلا 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 والله ما فوت والله ما فوت يلا صدر اين نهان فوت فوت قرب الله حييك فوت فوت معاه فوت صدره يا هلا الكريم الحويان والجمع غفير من أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي والشيوخ والوجهاء إلى ديوان عشيرة العقاربة في منطقة المقابلين شارع الحرية بخصوص حادثة القتل العمد التي حصلت قبل تقريبا عامين ونصف من قبل القاتل سامر أحمد سليم أبو فنس والذي تسبب في قتل زوجته السيدة إسراء عبد الحميد علي حمدان. وبعد التداول بحادثة القتل العمد التي حصلت تكرموا علينا عشيرة العقاربة عامة وعلى لسان الشيخ خليل عسكر إعطاء الجاه الكريمة صك صلح عشائري وإسقاط جميع القضايا العشائرية والقضائية والمدنية، وتم تسليم ذوي المغدورة مبلغ وقدره 30,000 دينارا أردنية كدية للمقدورة، وكان ذلك إكراما وكان ذلك كرم عشيرة العقاربة الصفح والصلح، وذلك إكراما لله ومن ثم لرسوله الكريم ومن ثم لجلالة الملك وللجاه الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.